هنكمل بقى مع بعض الحلقه الثالثه دسمه جدا. الحلقه الثالثه بتتكلم على الباس كونتينيوس. الباس كونتينيوس ليه علاقه شويه بالحلقه اللي فاتت. انا المفروض كنت اشتغل النهارده بريزنت كونتينيوس وده رقم مستمر، بس بما اننا اشتغلنا اللي فات باس سمبل فلازم ندخل معاه الباس كونتينيوس. تعالوا ليتس ستارت. اهلا بيكم على قناه بي ذا فيرست، خليك الاول. معاكم محمد اسامه، هنكمل مع بعض ان شاء الله الحلقه الثالثه من سلسله الجرامر او سلسله التنسز الازمنه تحديدا، لان احنا هيكون عندنا سلاسل كتير قوي في الجرامر ان شاء الله. دي سلسله للجرامر او التنسز تحديدا بالظبط. طيب احنا النهارده الحلقه الثالثه، يبقى في حلقتين فاتوك. لو الحلقتين اللي فاتوا فاتوك انزل على طول في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف، هتلاقي على طول اللينك بتاع الحلقه الاولى والحلقه الثانيه بريزنت سيمبل وباس سيمبل. طب انا ليه هشتغل النهارده باس كونتينيوس مش بريزنت كونتينيوس؟ احنا بما اننا اشتغلنا الحصه اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت بتاع السيمبل، ليه علاقه شويتين ثلاثه اربعه بادوات ربط كده في الباس كونتينيوس، فعشان يبقوا كلهم مرتبطين. هات النوتس بتاعتك وما تنساش تسجل كل اللي احنا بنقوله. طيب احنا دايما متفقين نبدا بالعنوان بتاعنا باس كونتينيوس مش كونتينيوس. باس كونتينيوس، باس كونتينيوس مش كونتينيوس خالص. الله يبارك لكم، يعني ايه نركز كده. طيب باس كونتينيوس دوت اسمه ماضي مستمر. اول سؤال، ازاي يا مستر ماضي وازاي مستمر؟ هقول لك كبر دماغك من معناه. حلو. طيب يبقى اول حاجه كبر دماغك من المعنى، لان احنا لو هنمشي ليتري، لو هنمشي حرفيا كده دوت بالكلام، يبقى هنتوه كتير. طيب باس كونتينيوس دوت بيعبر عن ايه؟ طب انا ليه هستخدم بيعبر عن ايه؟ لان احنا لازم برضو متفقين ان انا لازم اشتغل على اليوسج بتاعي بالظبط. باس كونتينيوس هقوله لك ده بالعربي لانه يلخبط شويه. اول حاجه فيه واسهل حاجه فيه، بيعبر لك يا سيدي عن حدثين في الماضي الاثنين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. تاني، يبقى حدثين في الماضي والاثنين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. Two actions were happening in the past at the same time. يبقى انا قلت عربي، واللي عايز حته انجليزي يبقى Two actions were happening in the past at the same time. حدثين كانوا شغالين في نفس الوقت. ناخد example، ناخد example. لما اجي اقول لك مثلا انا هنا في نفس الوقت، while I was sleeping my father was sleeping، يبقى وانا نايم بابا كان نايم. خلاص عادي، two actions at the same time. while I was playing my father was sleeping، وانا بلعب بابا كان نايم. while my mother was cooking I was watching TV، والحاجه كانت عماله تطبخ انا كنت بتفرج على التلفزيون. يبقى انا هنا عندي two actions. قلنا يعني ايه action؟ قلنا معناها الحدث او الفعل. two actions at the same time، خلي بالك من كلمه at the same time. يبقى هنا حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. ادي اول استخدام. تاني استخدام بيقول لك يا سيدي ان كان في حدث مستمر والحدث دوت اتقطع بحدث تاني. ناخد مثال بسرعه، while I was eating، وانا باكل my father came. ايه اللي هيقطع في ده؟ هيقطع في دوت لحظه صغيره، مثلا لو انا باكل وهو جه وقال السلام عليكم اكيد هرد عليه، مش هفضل اكل وخلاص. يبقى هنا في interruption حصلت. مثلا ما اجي اقول لك while I was studying the telephone rang، وانا بذاكر التليفون رن. انت هتعمل ايه وانت بتذاكر وتليفونك رن؟ طبعا هترمي كل اللي في ايدك وتطير على التليفون. يبقى هنا كان في حدث كان شغال، I was studying، ان انا كنت بذاكر، the telephone rang دوت اللي عمل interruption. interruption معناها انقطاع. يبقى انا هنا عندي حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت، وكمان بيعبر كمان عن حدث كان مستمر وفي حدث تاني قطعه. حلو حلو، يبقى ده الاستخدامات بتاعتي. طب تعالى بقى نشوف الفورم. لما ناخد الجمله I was watching TV at 3 او I was playing tennis at 3 yesterday. I was playing tennis at 3 yesterday. عندك هنا was، طبعا احنا متفقين على السبجكت خلاص. عندك هنا was، بس هنا حطيت watching ing. يبقى هنا I was watching، يبقى انا هنا عندي was aware واحط verb ing. مستر انا ملاحظ حاجه انت ما قلتهاش. ايوه، ما انا عايزك تلاحظها. انت عندك هنا مين؟ yesterday. طب ما احنا في الحلقه اللي فاتت قلت ان yesterday keyword او كلمه داله على past simple. اه حصل، ما اقدرش انكر ده. yesterday فعلا كلمه داله على past simple، ويesterday برضه ينفع استخدمها في past continuous. ازاي؟ مش احنا متفقين وقلنا ان احنا ما ينفعش نربط الكلمه الداله بزمن معين؟ اه، هوضح لك الفرق ما بين الجملتين بالظبط في اكزامبل، وانت من خلال الاكزامبل تقدر تقول. الجمله قدامك اهيت،
I was playing tennis at 3 yesterday. حط بقى تحتها I played tennis yesterday. الفرق I was playing at 3 yesterday. I played tennis yesterday. الفرق ما بين الاولى والتانية. طبعا كده من التكوين بتاعي الزمن بقى واضح ان اللي فوق past continuous واللي تحت past simple. الفرق ببساطة في كلمة at 3 اللي قدام حضرتك دي احنا بنسميها definite time. definite time معناها وقت محدد. يبقى الفرق ما بين الاثنين عشان لو جالك في سؤال find a mistake او correct او choose او اي على حسب المنهج اللي انت بتاخده، لو جالك yesterday و yesterday وفي ing ومعها was طبعا وفي verb second form تصريف تاني، بتختار على حسب ال definite time. يبقى اول فرق ما بين ال past continuous، خلي بالك من دي مهمة قوي، يبقى اول فرق ما بين ال past continuous و ال past simple definite time. يبقى لو انت عندك في الجملة definite time وقت محدد، انا كده طلعت اعدادي وثانوي، لو انت عندك definite time وقت محدد في الحالة دي لازم حضرتك بتختار past continuous. طب تعالى نشوف الجملة ديت. مثلا اجي اقول لك I not TV midday at midday. I not TV at midday. midday اللي هو منتصف اليوم او منتصف النهار. تبقى was watching ولا watched؟ وفي yesterday في الاخر اهي. ها I was نقط، انا قلت الاجابه يبقى I was watching. طب ليه؟ لان انت عندك midday ديت خلي بالك definite time، فتره من الفترات بتاعه اليوم، يبقى وقت محدد، يبقى في الحاله دي دوت لازم يكون past continuous، يبقى دوت past continuous عشان عندك definite time. طب هعرف منين definite time؟ بكل بساطه هيكون عندك وقت زي ما جيت قلت لك ورايا ان هو at 3 at 4 at 5 at 6 at 7 اي حاجة مش تفرق. هيجي يقول لك مثلا yesterday afternoon، yesterday evening، yesterday morning، ممكن اجي اقول لك midday، ممكن اجي اقول لك midnight، اي فترة من فترات اليوم دي تعتبر definite time. خلي بالكو ده اول فرق ما بين الاثنين. حلو. الناس اللي بتقول انجليزي صعب هقول لك بكل بساطة اعمل اللي عليك واسمع الخطوات هتوصل، يعني هتوصل. نيلسون مانديلا بيقول مت وانت تحاول، اعمل اللي عليك لغاية ما تجيب اخرك، ما تقلقش، step by step الدنيا هتبقى تمام كلها. يبقى احنا كده قلنا، ها قلنا الايه الفرق، اول فرق ما بين الاثنين. طيب قال لي يا مستر في شوية روابط كده هو بتلخبطني ما بين الاثنين. عارفهم؟ ايوه انا عارفهم، انا كده بتكلم في اعدادي وثانوي. يبقى ابتدائي خلاص قلناه was where ing، خلاص كده يبقى ده الفرق، ده ابتدائي كله. اعدادي وثانوي لازم تركز في اللي انا بقوله لك ده. يبقى اول فرق definite time الوقت المحدد، وقلناه في شوية روابط كده بتلخبطك شوية. اول رابط بيقول لك اسمه while، الرابط دوت اسمه while ديت معناها بينما، عايز تسميها اثناء براحتك، it doesn't matter with me، مش فارقة معايا، المهم ان انت تبقى عارف ان while معناها بينما. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في الاستخدامين بتوع ال past continuous اللي احنا لسه قايلينهم في اول حلقة. يعني انا while احنا قلنا ممكن اتكلم على الباست كونتينيوس ان حدثين بيحصلوا في نفس الوقت في الماضي، صح؟ يبقى ادي اول استخدام لواي، استخدمها لو عندي حدثين بيحصلوا في نفس الوقت في الماضي. وكمان بستخدمها لما يكون عندي حدث وحصل انترابشن في النص. ناخد اكزامبلز عشان الرغي الكتير بيتوه. لما اجي اقول لك while I was playing my mother was sleeping، وانا بلعب ماما كانت نايمه، انت هنا عندك كام اكشن؟ اهي الجمله بتقول while I was playing وانا بلعب my mother was sleeping، الحاجة كانت نايمة. يبقى في الحالة دي انا عندي two actions I was playing، والاكشن التاني الحاجة كانت excellent نايمة، وطبعا احنا بنتمنى ان هي على طول تبقى نايمة عشان نلعب براحتنا. يبقى while I was playing action ادي first action، والsecond action الحاجة كانت نايمة، يبقى انت هنا عندك two actions، والتو actions دول في الماضي. هنا في اي interruption معناها انقطاع، عندي اي انقطاع؟ ما عنديش. طالما ما عنديش اي interruption يبقى الحدثين يبقوا زي بعض، was where ing والناحية التانية excellent was where that ing، لو past continuous past continuous. هخلي لك الجملة دي قدامك، تعال نشوف الجملة اللي تحتها. ناخد الجملة بتاعت التليفون عشان دي اسهل جملة. while I was studying وانا قاعد بذاكر the telephone rang، التليفون رن. ايه اللي حصل؟ وانا بذاكر الحمد لله التليفون رن. يبقى انا هنا عندي كام اكشن؟ عندي تو اكشنز ان ذا باست. حدث كان مستمر I was studying، ان انا كنت
بذاكر، والتاني الحمد لله ذا تليفون رانج. طيب لما التليفون رن الاستمراريه بتاعت الحدث الاولاني اتراكتد اتقطعت، طبعا طبيعي جدا اسيب المذاكره وارد على التليفون. يبقى في الحاله دي يبقى انت هنا استخدمت وين في حاجتين. ايه هي؟ اول حاجه قلنا لما يكون حدثين مع بعض شغالين في نفس الوقت وما عنديش انترابشن او ما عنديش انقطاع، والحدث الثاني لما يكون عندي باس كونتينيوس حدث مستمر وحدث ثاني عمل له انترابشن. مثلا ممكن نقول جمله كمان، نشيل الجمل دي كده اهوت ونحط جمله الناحيه دي بتقول While I was washing my car a dog crossed by، وانا بغسل عربيه كلب عدى. ايه اللي هيحصل؟ اكيد هتخش جوه العربيه او على الاقل هيلفت نظرك. يبقى هنا كان في اكشن كان مستمر وحصل انترابشن. While I was washing my car a dog crossed by، وانا بغسل العربيه في اسد عم عدي من جنبي. يبقى في الحاله دي الطبيعي هبطل غسيل العربيه. يبقى انا هنا عندي في interrupted action او حدث عمل لي انقطاع. طب ايه تاني بستخدم while؟ قال لحضرتك كده ممكن تشيل الفاعل اللي ورا while. خلي بالك انا كده بكلم اعداديه وثانويه عامه، او طبعا لو اي حد كبير عايز يحسن من الليفل بتاعه. طيب ممكن تشيل السبجكت اللي بعد while ديت وتحط الفيرب ing: while washing، while eating، while sleeping، while playing، while taking. يبقى انا هنا شلت السبجكت. طالما شلت السبجكت بتشيل الفاعل وبتشيل was aware. يبقى زي ما قلت لك نوت: while playing I fell، وانا بلعب وقعت حصل interruption. while sleeping I fell، وانا نايم قمت واقع من على السرير. while washing my car a dog crossed by، يبقى فيك اسد عدى من جنبي. يبقى في الحالة دي لما بتشيل السبجكت، خلي بالك عشان دي تريكي، خلي بالك دي تريكيه مهمه قوي. لما تشيل السبجكت في الحاله دي الفيرب او الفعل لازم يكون اخره اي ان جي. ايه تاني رابط معانا؟ رابط تاني معانا، وخلي بالك في الجمله اللي فاتت اللي احنا لسه قايلينها while washing my car، الجمله الثانيه ادام عندي الحدث قطع هيفضل past simple. لو ما قطعش مفيش مشكله. يبقى مثلا ما اجي اقول while playing my mother was cooking، وانا بلعب ماما كانت او الحاجه كانت بتطبخ. انا هنا عندي حدثين حصلوا في نفس الوقت، ما عنديش مشكله. يبقى برضو احنا بنلعب على اليوسج. لو حدث interrupted، لو الحدث قطع يبقى لازم يكون past simple. كان مستمر يبقى لازم يكون past continuous was where ing. excellent. عندك كمان حاجه بنستخدمها مع الباست كونتينيوس والباست سيمبل اسمها ديورينج. ديورينج معناها اثناء. يبقى ديورينج معناها اثناء. ديورينج ديت قال لحضرتك كده اهوت ما بيجيش اصلا وراها سبجكت. اول تركايه خلي بالك ديورينج ما ينفعش يجي وراها سبجكت خالص. يبقى ديورينج ما ينفعش يجي وراها سبجكت خالص. طب ديورينج بيجي بعديها ايه؟ سبجكت ما فيش، بيجي بعديها ناون. ناون يعني اسم. يعني ايه اسم؟ ديورينج هيز سليب هي فيل، وهو نايم وقع. هيز سليب ده الناون، ده الاسم. وخلي بالك انا الناون بالنسبه لي معناه اسم لشيء، كويس؟ نخلي بالنا من النقطه دي كويس قوي. يبقى انا هنا عندي ديورينج معناها سوري، يبقى انا هنا عندي ديورينج يجي بعديها ناون. ديورينج هيز سليب، ديورينج بلاينج، واكمل الجمله بتاعتي عادي خالص. برضو لو انتربتد اكشن، لو حدث بيقطع يبقى في الحاله ديت لازم يكون باست سمبل. لو هو كان مستمر وما عنديش اي حاجه بتقطع يبقى في الحاله ديت لازم يكون was aware بلس اي ان جي. يبقى الفرق ما بين الباست كونتينيوس والباست سمبل في الاستخدامات، خلي بالك من اللي قلتها لك في الاول، ديفينيت تايم. لو انت حاسس ان الفيديوز ديت عجبتك او حاسس ان استفدت منها او هتفيد اي حد تاني، مش لازم يعني، don't forget to like and share، وما تنساش يا ريت سبسكرايب عشان تنورنا في القناه. وكمان في جرس كده هو بيقولوا دوسوا على الزر دوت. كان معاكم محمد أسامة، أشوفكم الحلقة الجاية.